أبنائي طلاب الصف الثاني الابتدائي، تحية لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية في مجال السيرة والبحوث. أهداف درس اليوم: أن يتعرف سيرة السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها. أبنائي، استمعوا إلى هذا التسجيل الصوتي ثم أجيبوا عن السؤال الذي بعده. فاطمة طالبة مجتهدة تدرس بالصف الثاني الابتدائي. كانت فاطمة تعتز باسمها وتقول: اسمي فاطمة يذكرني بفاطمة بنت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أصغر بنات أبي، كما كانت فاطمة أصغر بنات أبيها محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. والآن أبنائي، هيا بنا لنجيب عن الأسئلة. من أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، إنها فاطمة أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم. بماذا كانت الطفلة فاطمة تعتز دائما؟ كانت الطفلة فاطمة تعتز دائما باسمها الذي يذكرها بفاطمة بنت نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. الآن أبنائي، هيا بنا لنستمع إلى هذا التسجيل الصوتي عن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فاطمة الزهراء رضي الله عنها. فاطمة الزهراء رضي الله عنها هي أصغر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمها هي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. أخواتها زينب ورقية وأم كلثوم. ولدت فاطمة رضي الله عنها في مكة المكرمة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات، وقد فرح النبي صلى الله عليه وسلم بمولدها فرحا شديدا. شهدت في طفولتها المبكرة بداية النبوة، فآمنت وهي صغيرة مع أخواتها. كانت فاطمة رضي الله عنها تدفع إيذاء المشركين عن أبيها، وهو يدعو إلى الإسلام وعبادة الله وحده. زوج فاطمة رضي الله عنها هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد أنجبت له من الذكور الحسن والحسين، ومن البنات زينب وأم كلثوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ابنته فاطمة حبا شديدا، فكان إذا دخلت عليه قام إليها وقبلها وأجلسها مجلسه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الحسن والحسين حبا شديدا، ويحملهما على كتفه ويجلسهما على ركبتيه. من هي أم السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها؟ نعم، أم السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها هي السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. أين ومتى ولدت السيدة فاطمة رضي الله عنها؟ ولدت السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها في مكة المكرمة
قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات. السؤال الذي يليه: متى آمنت السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها؟ آمنت فاطمة رضي الله عنها وهي صغيرة مع أخواتها. ما اسم زوج السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها؟ زوج فاطمة الزهراء هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. عدد أبناء السيدة فاطمة الزهراء من الذكور، تعرفونهم؟ نعم، أبناء فاطمة رضي الله عنها من الذكور الحسن والحسين رضي الله عنهما وأرضاهما. اذكر أسماء بنات السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. أنجبت السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها من البنات زينب وأم كلثوم. ما الدليل على حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة؟ الدليل على حب الرسول صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة أنها كانت إذا دخلت عليه قام إليها وقبلها وأجلسها مجلسه. ما الدليل على حب الرسول صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين؟ الدليل على حب الرسول صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين أنه كان يحملهما على كتفه ويجلسهما على ركبتيه. أحبائي، تعالوا بنا الآن نلخص ما تعلمناه اليوم. فاطمة هي أصغر بنات الرسول صلى الله عليه وسلم. أمها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. أخواتها زينب ورقية وأم كلثوم. ولدت في مكة المكرمة قبل البعثة بخمس سنوات. آمنت فاطمة مع أخواتها حيث شهدت بداية النبوة. كانت فاطمة رضي الله عنها تدفع إيذاء المشركين عن أبيها محمد صلى الله عليه وسلم. زوجها هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يحب فاطمة الزهراء حبا شديدا. كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يحب الحسن والحسين. الآن أبنائي، افتحوا كتبكم صفحة 110 لنجيب سويا عن هذا السؤال. أضع دائرة حول الإجابة الصحيحة. فاطمة رضي الله عنها هي فراغ بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطمة رضي الله عنها هي أكبر أصغر أوسط بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنتم أبنائي، فاطمة رضي الله عنها هي أصغر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى النقطة التي تليها. ولدت فاطمة رضي الله عنها
في مكة المكرمة أم في المدينة المنورة أم في الطائف؟ نعم أبنائي، ولدت فاطمة رضي الله عنها في مكة المكرمة. زوج فاطمة رضي الله عنها هو عثمان بن عفان، عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب. أحسنتم أبنائي، إنه علي بن أبي طالب زوج فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. أبنائي، نستكمل سويا. من بنات فاطمة رضي الله عنها وأرضاها رقية، خديجة، زينب. نعم، كما استمعنا منذ قليل، من بنات فاطمة زينب رضي الله عنها. ولدت فاطمة رضي الله عنها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنوات أم خمس سنوات أم ثلاث سنوات؟ ولدت فاطمة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات. ننتقل أبنائي إلى السؤال الذي يليه، أضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ. آمنت فاطمة رضي الله عنها وهي صغيرة مع أخواتها. نعم، العبارة صحيحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحسن والحسين على كتفه. أحسنتم أبنائي، إنها أيضا عبارة صحيحة. ولدت فاطمة رضي الله عنها بعد البعثة. نعم، إنها عبارة غير صحيحة. أنجبت فاطمة رضي الله عنها من الإناث زينب وأم كلثوم. نعم أبنائي، إنها عبارة صحيحة. إلى هنا أبنائي نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم. شكرا لكم، دمتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعزائي الطلاب، لأسئلتكم واستفساراتكم حول درس اليوم تواصلوا مع معلم الصف عبر تطبيق تيمز.